بسم الله الرحمن الرحيم. نحكي الآن عن اللي هو البند 4-5 اللي هو تحليل كثيرات الحدود حتى الدرجة الثالثة. تحليل كثيرات الحدود حتى الدرجة بده شوية تركيز. الآن الدرس الرابع اللي هو حل السابع. السابع من وحدة الرابعة حل المتباينات غير الخطية بمتغير واحد. ماشي. أو شيء إيش يعني متباينات؟ إحنا هاي أهم نقطة هسا. إحنا منتعودين نحل مسألة زي هيك صح؟ ماشي. هاي إيش اسمها هاي في الرياضيات؟ اسمها معادلة. معادلة. اسمها معادلة. معادلة. يلا حل لي إياها. طلع سين يعني. 5 س ناقص 3 ناقص 3. يلا 5 س تساوي 1. ماشي. وناقص 3. ناقص 3 ناقص 3. أيوة. إذا س تساوي 5. هذا مسميه حل المعادلة. طيب. ماشي. افرض أنا كتبت نفس الشكل 5 س + 3. ماشي. 5 س + 3 بس مش يساوي، حطيت أكبر من أو يساوي 4. بطل اسمها معادلة، شو صار اسمها؟ متباينة. متباينة. إذا المتباينة اللي بنكتب فيها يا أكبر من يا أصغر من، يا أكبر أو يساوي، يا أصغر من أو يساوي. حلو. طريقة حلها نفس المعادلة، نفس طريقة المعادلات. يلا. ناقص 3. ناقص 3. ناقص 3. بس في ملاحظة بعد شوي راح أحكيها، بيطلع لنا هون 5 س أكبر من أو يساوي 1. بعدين بنقسم الطرفين على 5. مش هيك؟ على 5. بنقسم على 5 هون. س أكبر من. ونقسم على 5 هون. إذا هون راح تطلع عنا سين أكبر من أو يساوي 5. سين أكبر من أو يساوي 5. طلع هاي هسا سين أكبر من يساوي 5، هناك طلعت سين يساوي 5. طلع هاي على خط الأعداد، لو عملنا خط أعداد. ماشي. شوف الفرق بين حل المعادلة وحل المتباينة. الخمس مثلا بيجي في مكان ما هون. ماشي. مش مشكلة وين يجي. شايف؟ هو ايش يعني حل المتباينة هاي؟ ايش يعني قصدي انا لما اقول لك حل المتباينة هاي؟ يعني اعطيني القيم سين القيم اللي بعوضها مكان سين. ماشي. بتخلي الطرف اليمين اكبر من الطرف الشمال. الطرف اليمين مين قصد الطرف اليمين؟ قصدي 5 س + 3. يكون اكبر من ايش؟ من 4. طرف الشمال. ماشي. شو القيم اللي احطها مكان سين هون عشان تكون لما نضرب 5 في هذه الاعداد زائد 3 يطلع الجواب اكبر من او يساوي 4؟ حسب ما حلينا احنا. ماشي. لازم يكون الاعداد اللي بنحطها مكان سينون مش عدد واحد بس، اكثر من عدد، من 5 وطلع. حلو. يعني راح يكون 5 داخل بالحل. طلع بعمله دائره مغلقه لانه في يساوي. ماشي. لانه في يساوي وكل اللي بعده اكبر من او يساوي. من 5 لانفينيتي. بالضبط. شوف اذا الفرق بين حل المعادله وحل المتباين، المعادله بيطلع جواب. ماشي. خطيه، احنا بنتكلم عن خطيه متغير واحد. اه. بيطلع جواب واحد بس، لكن المتباين شو بتعطيك؟ تعطيك اكثر من جواب. بنسميه مجال. مجال. اه، مجموعه حل كبيره. اذا هون بنكتبها هيك، كيف بنكتبها؟ بنكتبها مغلق من عند الخمس. ليش ماشي. حطينا مغلق؟ لانه يعني كلمه مغلق يعني الخمس داخل بالحل. ماشي. كويس. الى المال نهايه. دائما المال نهايه بنعملها مفتوح. اه. يا اما بتكتبها سين اكبر من 5، يا اما تعملها على شكل مجموعه هيك. وهذا التمثيل على خط الأعداد. تمثيل على خط الأعداد. صعب هذا الحكي؟ لا سهل. ولا في أبسط من هيك. هذه المتباينات الخطية. في عندنا احتراز بسيط جدا هنا. احتراز بسيط جدا. افرض كانت المسألة هيك 3 - 4 س أصغر من، الناس كلهن أكبر من، خلي إشي أصغر من 7 مثلا. بدنا نحل هاي المتباينة. أو شيء خلينا نخلص من الثلاث. ناقص 3. ناقص 3. ناقص 3. نفس الطريقة اللي تعلمناها بالمعادلات ولا شيء جديد. هسه هاي 3 مع 3 شطبت. بيطلع سالب 4 س أصغر من 4. ممتاز. هالسيات لازم نقسم على ايش؟ سالب 4. بنقسم هون على سالب 4 وبنقسم هون على سالب. ركز معي هالسيات. ماشي. هي بدل ما نقول نقسم على سالب 4 بنقول نضرب في سالب ربع. ماشي. نضرب في المقلوب. هي هيك في الرياضيات. أو منقسم يعني هي ما تفرقش. القاعدة في المتباينات إذا قسمت أو ضربت في عدد سالب طرفي المتباينة، المتباينة بتنقلب بتصير. أنا مش قسمت على سالب 4، ركز معي،
على ايش قسمت انا؟ على السالب. سالب 4 قسمت على سالب، انتبه، قسمت على سالب ما جمعت مع سالب، سالب. ضربت في سالب، ضربت في سالب. سالب مجرد ضربت في سالب او قسمت على سالب ايش بصير عندك هون؟ قسم عادي ماشي، بيطلع سين، سين، وهون بيطلع سالب، سالب واحد، سالب واحد، بس بتصير اكبر من تحكي شو اسمه، يعني ايش صار في المتباينه هون؟ انقلبت، انقلبت حالتين عندي بتنقلب فيها المتباينه، لما نضرب في سالب ونقسم في سالب هاي حاله ماشي، لما نقلب البسط مقام المقام بسط ماشي، لما شقلبها بتصير بتشقلب المتباينه معها كاملة. بس اذا جمعنا او طرحنا ولا بتغير إشي. طب هاي كيف بدنا نعبر عنها هسه؟ عياتين اكبر من او يساوي بالضبط، بنعمل خط اعداد سالب واحد، هاي خط اعداد طبعا، حط وين ما بدك السالب واحد، مش قضيه وين تحطه، هاي سالب واحد ماشي. احنا بدنا اكبر من سالب واحد، يعني على اليمين بدنا نروح، اكبر من يعني بتروح على اليمين، اذا من سالب واحد موجب انفينيتي بالضبط. طب الواحد سالب واحد داخل في الحل ولا مش داخل في الحل؟ اكبر مش داخل، بنعمل دائره مفتوحه، مفتوحة. لما بنعبر عنها بمجموعات كيف بنسوي؟ بنقول من عند مفتوح سالب واحد الى ما لا نهايه مفتوح. حلو، ليش؟ لانه سالب واحد مش داخل في حل. هاي معنى الكتاب اللي بدنا اياه. طيب سؤال، لو اجينا نحل، احنا مش خطيه، احنا بدنا غير خطيه، اخذنا اسئله، احنا بدنا نحل غير خطيه، احنا كتبنا العنوان خطيه، هو غير خطيه لازم. كيف بدنا نحل متباينه زي هاي؟ طلع هاي سهلات هذول، ترى سين تربيع زائد 4 سين زائد 5 اقل من صفر، بدي احل هاي. يعني هو السؤال بيقول لي ايش القيم سين اللي بتخلي الطرف اليمين ماشي. الطرف اليمين اللي هو هذا ايش ماله؟ اصغر من دائما سالب اقل من صفر. حلو، حلو، سوي حالك مش شايف اقل من والاكبر من وهذول، سوي حالك مش شايفين ماشي، بنحلل. يلا بنحلل، لا مش بنحلل، ما بنحلل، بنسويها، بنتخيل انه هاي بتساوي صفر، نتخيل انه المعادله صفر. هاي بسويها معادله، انا اسمع مني الطريقه كيف بسويها. تخيل انها بتساوي صفر، اول إشي اذا ما كان هنا مكتوب صفر على الشمال ماشي، اللي عند الاكبر والاصغر مش صفر، خليها تصير صفر. حلو، كيف بنقول؟ ننقل، هاي اول خطوه لازم ماشي، بس هاي احنا جاهزه عندنا. الخطوه الثانيه ماشي، بتخلي المتباينه معادله، بتحل كانك معادله، ما بتحل متباينه، معادله عاديه ماشي، معادله عاديه. الان بتحاول تحللها، اذا ما تحللها تروح على المميز. اها حلو، يلا خلينا نحاول نحللها. سين سين 5 1 زائد 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 1 1 مزبوط، خطا، هاي بتتحلل، ما بتتحلل، ما بتتحلل، روح على المميز. خلينا نتاكد طبعا، انت هاي تجربه عشان جربنا ما زبطتش، بس روح على المميز. الف تساوي 1، يلا الف تساوي 1 ب 4 ج 5 اللي هي معامل س تربيع معامل س حد المطلق ب تربيع، يلا المميز 4 تربيع 16، على طول احسب بعقلك، ليش بتحكي 4 تربيع وتكتب 4 تربيع؟ 4 تربيع 16، حط 16، 16 ناقص 4، ناقص 4 ضرب، حط هذول بقوس، هذول اللي بضربهم في بعض حطهم في قوس ماشي، 4 في 1 في 5 هيك واحد. يعني كان 16 ناقص 20 مش 4 في 5 20 مزبوط، 16 ناقص 20 شو بتعطيك؟ 16 ناقص 20 سالب 4، طلع المميز سالب. اذا لا تحل، لا طول بالك، لا تحلل، احنا مش هذا سؤالنا كان تحلل ولا لا تحلل ماشي، احنا بنحل المتباينه مزبوط. المتباينه شو كانت؟ كانت س تربيع زائد 4 س زائد 5 اقل من صفر، اقل من صفر اللي هو هيك كانت المتباينه. خلينا نرد عيد كتابتها، 4 س زائد 5 اقل من صفر، احنا بنحل هاي ماشي. شو حكينا الخطوات؟ اول شيء بتخليها صفريه، خليناها صفريه يعني خلينا جاها صفر، حلو، بعدين رحنا نحلل نسوي لها معادله، حللناها عادي على اساس انها معادله ماشي. جينا نطلع اصفارها، طلع ما لها اصفار. كلمه المميز سالب يعني لا يوجد اصفار. ايش يعني لا يوجد اصفار؟ يعني لو رسمنا خط اعداد ماشي، لو رسمنا خط اعداد وين احط الاصفار؟ هون في اصفار؟ طلع معي اصفار؟ لا ما طلع. شو بفهم من هذا الحكي؟ بفهم من هذا الحكي انه هذه المتباينة او هذا المقدار اللي هو س تربيع زائد 4 س زائد 5 الاشارة واحدة، يا دائما موجب ماشي يا دائما سالب
ماشي. ما بعرف أنا هو يا دائما موجب يا دائما سالب. كيف نتأكد؟ حط أي عدد بدك إياه عوضه فيه. أنا دائما بعوض الصفر. محل سين حط عدد. عدد ماشي. أي عدد بدك إياه. حط واحد. مثلا. حط صفر. صفر. أحسن إشي دائما حط الصفر أسهل إشي. صفر تربيع صفر. صفر. زائد أربعة في صفر صفر. شو صفر خمسة شو طلعت الإشارة؟ خمسة. موجب. أنا بديه من إشارته بيهمنيش الجواب. حلو. معناته هذا الاقتران دوما موجب. إذا ح موجب هيك بنحكي. لحظة شوي بس افهم السؤال أنت مش ح موجب افهم شو بنجاوب إحنا هسا. ماشي. هسا أنا بسألك السؤال متى هذا المقدار بيكون سالب أقل من صفر يعني متى سالب؟ لما لا. طب أنا لا شو بحكي صار لي ساعة بقول لك عمره ما بيطلع سالب. عمره ما بيطلع سالب. إذا شو الحل؟ ح موجب. كله موجب كله موجب لا. إيش يعني ح موجب يعني معناته لو تعوض أي قيمة سين هنا. ماشي. شو بتعطيك؟ بتعطيك موجب. طب إحنا بنقول لك متى بيطلع سالب؟ ما بيطلع سالب. شو بنقول إذا الحل مجموعة الحل؟ انفينيتي لا كيف فاي باي فاي فاي ما في حل حلو فيش ولا قيمة حقيقية لو تعوضها مكان سين بيطلع لك سالب إذا مجموعة الحل باي فاي فاي ما في حل مجموعة خالية يعني هاي المتباينة حلها فاي. لا يوجد أي عدد حقيقي يحقق هذه المتباينة حلو لو كان لو قال لي متى موجب لو عاكسها هيك متى موجب بنحط له ح كل الأعداد الحقيقية بخلينها كيف الفكرة؟ واحدة ثانية يلا كلهم بنحلها بنفس الطريقة سين تربيع ناقص اثنين سين زائد واحد أكبر من صفر حكينا أول شيء بتخليها صفرية هي أي لحالها جاية صفرية الحمد لله لحالها ماشي منتخيل إنها معادلة ها منرد بنعيد سين ناقص اثنين سين زائد واحد يساوي صفر يلا حللها هاي شكلها بتتحلل ها سين ناقص واحد في سين ناقص واحد سالب سالب بطلع صفر ده سالب 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 اثنين مظبوط 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 تحل يلا اذا اما سين تساوي واحد او سين تساوي واحد نفسها سين تساوي واحد بطلع نفسها سين واحد معناته لو رسمنا خط الاعداد كم صفر راح نحط على خط الاعداد واحد اللي هو الواحد بس الواحد بس في غيره ده يلا ادرس الاشارة على اليمين وعلى الشمال هسه بنروح نعوض على مرة ثانية ايش قاعدين نسوي احنا بندرس الاشارة ندرس الاشارة جرب عدد اكبر من واحد عوضوا في سين تربيع ناقص اثنين سين زائد واحد اثنين 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 تربيع ناقص اثنين ضرب اثنين زائد واحد اثنين تربيع أربعة. أربعة شو طلع اثنين أبدا جواب موجب ولا سالب بس ما بيهمني كم الرقم موجب إذا بس موجب طب خذ على شماله جرب على يساره صفر 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 تربيع ناقص اثنين ضرب صفر زائد واحد صفر زائد واحد زائد واحد زائد كمان طلع موجب موجب شوف هذا زي ذاك أه. طلع دائما موجب دائما موجب شوف إذا كان المميز سالب ماشي يكون للاقتران إشارة واحدة حلو لاش أقول دائما موجب يا بيكون دائما موجب أو دائما سالب. سالب أنا حلو. بسألك عن السؤال بقول لك أنا متى هذا المقدار موجب حلو وشو يعني أكبر من صفر موجب أكبر من صفر دائما موجب بس في مشكلة هون ليش؟ مش دائما موجب هذا لو عوضنا بواحد شو بتعطيك؟ دقيقة شوف بتعطيك صفر مفيش داعي تجرب معناها حليناها المعادلة بعطيك صفر إذا إيش المجموعة الحل في هاي الحالة؟ صفر. هو حا كلها مظبوط ماشي ما عدا الواحد حا ما عدا واحد ليش؟ لأن الواحد بتخلي المقدار يصير صفر صفر طب حط هون مثلا واحد مش بيطلع هذا المقدار لو عوض بيطلع صفر مظبوط الطرف اليمين صفر أكبر من صفر لا ما خطأ لا ما مظبوط لو كان يساوي أيوة لو كان في يساوي بنحط كل حا حلو لكن لأنه إحنا منا بس الموجب إذا بنحط حا ما عدا الصفر ما عدا الصفر هذا متى لما يكون المعادلة التربيعية ما عدا اللي بيخلي المقدار يصير صفر اللي هو الواحد في هذا السؤال لما أقول أنا قصدي الصفر مش قصدي فيه الصفر اللي هو المطلق يعني الصفر المطلق قصدي فيه صفر. العدد اللي بيخلي المقدار يصير صفر حلو طيب كيف كل الماشيين على نفس الطريقة أوه. إذا عندي حالات يا إما بطلع المميز سالب ماشي بكون في هاي الحالة الحل يا حا يا فاي ماشي حسب السؤال النوع الثاني إنه يطلع معاي جذر واحد حلو بيطلع دائما موجب أو دائما سالب برضو مزبوط والحل بده يكون حسب إنه فيه يساوي أو يساوي الحالة الثانية تتحلل الأخير الحالة الأخيرة نتحلل كلها إنها تتحلل شوف هاي
تخيل انها معادلة. شوف نرجع بنعيد نفس الكلام. نسويها بصفر. نسويها بصفر. حللها. صفر. سين سين. سين سين. اثنين في اثنين. او اربعة في واحد. اربعة في واحد احسن. ناقص ناقص. ناقص ناقص. لأن إما سين تساوي أربعة أو سين تساوي واحد. ارسم خط الأعداد. أربعة. بدنا نحط هنا واحد وهون أربعة. الترتيب لازم تحطهم ترى. يعني الصغير على الشمال والكبير على اليمين. يلا بدنا ندرس الإشارة هسا. بنأخذ عدد أكبر من أربعة بواحد. مظبوط. شوف إذا طلع معك جذرين. ماشي. طلع معك جذرين. أعلمك إياها بطريقة سهلة. ما بين الجذرين ماشي مخالف لمعامل سين تربيع. حلو. اذا سالب حسب بيطلع اللي بين الجذرين سالب مخالف. ايوه اذا طلع جذرين هذا سين تربيع ماشي. اذا معادله تربيعيه وطلع جذرين ماشي ما بين الجذرين مخالف لمعامل سين تربيع ماشي. وما خارجهما مشابه لمعامل سين تربيع. اذا موجب موجب. شوف هسه احنا لسه ما حليناش السؤال. حلو. السؤال بيقول لك متى هذا المقدار موجب او يساوي صفر. صفر او يساوي صفر. او يساوي صفر. الاصفار اللي هن الاربعه والواحد والواحد هذول هن الاصفار ماشي. وبدي المناطق الموجبه انا. طيب. ليش المناطق الموجبه؟ لانه قال اكبر من او يساوي. مزبوط. لو قال السالبه كان اخذت اللي بينه. اخذنا اللي بينه. حلو. احنا بدنا الموجبه. كيف بدنا نوصف الموجبه؟ طلع كيف بدنا نوصفها من الرسمه من الشكل. دائما على خط الاعداد سهل جدا توصف. هي جاء من أربعة وفوق. أربعة ولإنفينيتي. أربعة لإنفينيتي هيك ماشية. وجاء من سالب إنفينيتي للواحد. هاي المنطقة. صح؟ حلو. كيف بدنا نكتبها هاي؟ منقول من عند أربعة لإنفينيتي. ماشي. ليش مغلق أربعة؟ لأنه. في يساوي. في يساوي. اتحاد. أو. اتحاد. أو يعني اللي أو المنطقة هذيك. من سالب ما لا نهايه دائما سالب ما يبدي كتب على اليمين ماشي. لعند واحد مغلق. واحد مغلق. طب افرض نفس المساله. افرض نفس المساله بس كانت اصغر من او يساوي. ايش بنكتب؟ اصغر من او يساوي. نفس السؤال لكن اصغر من او يساوي. يعني هيك بصير بدك المنطقه السالبه. المنطقه اللي هون في الحال شو بتقول؟ 4 ل 1 مغلق. 1 ل 4 مغلق. 1 مش 4 ل 1 لازم صغير بعدين الكبير. طب واذا قلت لك اصغر من بدون يساوي؟ اصغر من بدون يساوي تكون مفتوحه 1 مفتوحه 4. لو قلت لك اكبر من بدون يساوي برضه بتصير 4 ل انفينيتي مفتوح. مفتوحه 4 مفتوحه انفينيتي. 1 لسالب انفينيتي. بس هذا فهمت كيف اللي موجات عندك. حلو. يا بيطلع معك ولا جذر. يا بيطلع معك جذر واحد. جذر واحد. يا بيطلع جذرين. جذرين. كل من حلين نفس الطريقه. صعبه هذه ولا تافهه؟ المميز هون مهم صراحه. يعني انك تعرف. خلاص عرفت. انه بتتحلل ولا ما تتحلل. خلينا نشوف مسائل زي هذول. يلا سرعه. 4 س تربيع ناقص 16 أقل من صفر. بس انتبه لكلامها. بقول لك دائما لازم تتأكد إنه الطرف الشمال دائما صفر. ماشي. هاي أهم شيء. إذا ما كان صفر. نقوله. هسا بنجيب واحد إنه يطلع الطرف الشمال من صفر. ماشي. يلا احكي معي هون. إيش نسوي؟ نتخيل إنها معادلة بالأول. تخيل إنها معادلة عادية. ما تحل إنها متباينة. 16 يساوي صفر. ممتاز. تتحلل هاي. 2 سين. 2. ناقص 4. في 2 سين زائد 4 يساوي صفر. لأن فرق بين مربعين. إما 2 سين ناقص 4 تساوي صفر أو 2 سين زائد 4 تساوي صفر. يلا حل المعادلة. سين تساوي 2 أو سين تساوي سالب 2. مظبوط هالكلام؟ أي حل معادلات عادية تافهة جدا. الآن مباشرة وين بنروح؟ خط أعداد. وين راح نسوي خط أعداد؟ شو بنحط على خط الأعداد؟ 2 وسالب 2. بنحط 2 وسالب 2. وين نحط السالب 2؟ للشمال. واثنين. واثنين على اليمين. معادلة تربيعية طلع فيها كم جذر؟ جذرين. جذرين. إذن ما بين الجذرين مخالف لمعامل سين تربيع. معامل السوالب يصير بالنص. ماشي. بعدين موجب موجب موجب.
موجب موجب من الطرفين في موجب. طب احنا بدنا اني منطقه منهن؟ بدنا المنطقه السالب ولا المنطقه الموجبه؟ بدنا ناخذ 2 وسالب 2 ولا ما بدنا ناخذ 2 وسالب 2؟ بده اصغر، هو بده اصغر. بدنا السوالب، بدنا السوالب. نعمل مفتوح اصغر ما فيش، يساوي مفتوح 2 لسالب 2، مفتوح سالب 2 سالب 2 ل 2 لعند 2 مفتوح. خلص السؤال. حلو شباب ما اتفهوا. اه سخيف. ديها 5 سين ماشي ناقص 3 سين تربيع، ناقص 3 سين تربيع أكبر من 4. أكبر من 4. يلا إيش نسوي؟ إيش لك ننقل هذول كلياتهن اللي على اليمين، هذول اللي على اليمين ننقلهن كلياتهن على الشمال. ليش ما نقول 4 طيب؟ ليش ما نقول هذول أسهل؟ أنا بديش أخلي معامل سين تربيع سالب. طيب. فهمت علي؟ آه فهمت عليك. بدي أريح حالي من شغلة السالب. إذا هي بتقدر تنكتب 3 سين تربيع أو هيك، من مشان أنت ما تتلخبطوش فيها. سالب نقول هنا هذول شو بضل عندي هون؟ ضل فش، فش صفر يعني، فش يعني صفر أكبر من، مظبوط؟ ماشي. يلا اكتب هون 3 سين تربيع ناقص 5 سين زائد 4. 3 سين تربيع ناقص 5 سين زائد 4. شو رأيك في الحكي؟ من حل العادي هاي مظبوط الحكي هذا ولا لا؟ مظبوط. طب هاي بقدر اكتبها هيك ولا ما بقدر اكتبها هيك؟ طلع كيف بدك اكتبها، احكي لي هذا الكلام هو نفسه هذا الكلام ولا لا؟ لا. ليش لا؟ انا حولت الاشاره. ما حولتش شيء. اصغر. اقرا ما هي. صفر اكبر من هاي. ماشي. بقرا من اليمين للشمال. مزبوط. اقرا من الشمال لليمين، اقرا هيك. صفر اكبر من هاي ثلاثة سين تربيع اصغر من صفر. نفسه حلو. بس احنا متعودين دائما انه السين وهذا كتب على اليمين. بس لو ظلت يعني لو ظلت زي الشكل الاولاني ما بتفرق، ما بتفرق. هسه رجعنا نحلها يعني اول شيء احنا زوينا زي تهيئة للمسألة، عرفت كيف؟ فهمت هاي الحركة اللي عملتها انا؟ فهمتها. ما تلخبطكش يعني تافه، بس انه عشان يعني ما ارجع المسألة للشكل اللي انا متعود عليه. فهمت انت شو اللي انا سويته؟ فهمت. سويتها بس اني هيئت المساله على الشكل اللي انا متعود عليه. حلها كمعادله يا السيد. 3 سين في سين الاربعه بتيجي 4 في 1 4 في 1 سالب او 2 في 2 او 2 في 2 خليها ما راح ما راح خليها ما خلينا نجرب مش راح تزبط. روح على المميز. 4 في 1 ما بتزبطش، بتطلعش 5. هو سالب سالب ولا ما بتزبط كيف؟ سالب 4 ناقص 1 ما هو انت عندك ما هو لا ما هو في عندك 3 وتضرب في 3. مزبوط. يلا طلع المميز. نرجع نقول ألف 3 باء سالب 5 جيم 4 المميز. المميز يلا باء تربيع. باء تربيع 25 25 تربيع راح السالب. راح السالب ماشي. ناقص في قوس 4 في 3 في 4 في 4 25 ناقص 12 في 4 قديش؟ 12 في 4 48 بيطلع سالب. خلص بيهمنيش الجواب. مميز سالب رح. ايش بنسوي لما يطلع المميز سالب؟ برضو بنروح بنعمل خط اعداد. يعني ما بنغير الطريقه تبعتنا، بنضلنا ماشيين على نفس الطريقه. هاي عملنا خط اعداد. حكينا لما يطلع المميز سالب معناته ما بدي احط ولا جذر على الخط. ماشي. معناته اشاره الاقتران راح تكون دائما يا موجب يا سالب. يا سالب. كيف بدنا نعرف؟ من الإشارة أكبر منجرب لا منجرب أي رقم بدنا إياه. ارجع للإقتران الأصلي. ماشي. حط مكانه صفر، مكان سين صفر، أسهل شيء دائما الصفر. ماشي. لما تحط 3 في صفر صفر، ناقص 5 في صفر صفر، إذا موجب. إذا هذا الإقتران بيطلع دوما موجب. دوما موجب. طب إحنا إيش بدنا؟ أصغر. إحنا بدنا دائما سالب، متى سالب؟ فاي. فاي. لو قلنا لك متى موجب شو بتقول لي؟ حا. بس شفت كيف كيف الحال اللي يطلع المميز سالب؟ طيب كمان حالي اعطاني سين ناقص 4 ماشي في سين تربيع ناقص 6 سين زائد 9 اقل من او يساوي صفر. حكينا لا تطلع علينا متباينه. ماشي. حلها كانها معادله. يلا سين ناقص 4 سين ناقص 4 خلينا نحلل هاي. سين ناقص 3 في سين ناقص 3
يساوي صفر. أنا ضربت عصفورين بحجر خطوتين خطوة. ماشي. يلا. ناقص ثلاث سين ناقص ثلاث. هاي أي درجة هاي؟ درجة أولى أولى أولى. لما نضربت في بعض شو بكون؟ ثانية أولى. ثالثة. لما نضربهم كلهم بعض. بطلع ثالثة. مزبوط. يلا. يلا سعيات شو بدنا نسوي؟ إما سين تساوي أربعة. سين تساوي أربعة. أو. سين تساوي ثلاث. أو. سين تساوي ثلاث نفسها واحدة. بس ديبك ما لما يكون مكرر هذا بتخوف شوي. الآن نعمل خط الأعداد. ماشي. يعني حتى لو درجة ثالثة بنحل بنفس الطريقة. فهمت كيف اللي بدي أوصل لك إياه؟ لأنه هسه الدرس اللي بعده راح يكون درجة ثالثة. إيه بدك تحلل. حلو. يلا راح نحط هون ثلاث ونحط أربعة. هون ما بزبط معانا الطريقة اللي قمت لك إياها ما بين الجذرين وهذيك بس للتربيعية. بس التربيعية. هاي تكعيبية ما بتزبط معاها. حلو. جرب أعداد. أعطيني عدد قبل الثلاث. قبل الثلاث. صفر. اثنين صفر ماشي. أسهل إشي دائما خذ أعداد سهلة عشان بسرعة تعوض. يلا عوض في هذا الاقتران كله تشوف الأصلي دائما برجع على الأصلي. ماشي. حط مكان سين صفر. صفر ناقص أربعة ناقص أربعة. ناقص أربعة. ناقص أربعة ضرب. صفر تربيع صفر ناقص ستة ضرب صفر صفر برضو زائد أربعة. زائد تسعة. تسعة هاي. ماشي. سالب ولا موجب؟ سالب أربعة في تسعة. سالب في موجب سالب. ممتاز. كلها سالب. اختار لي بين ثلاث وأربعة عدد. بين الثلاث وأربعة عدد. اثنين. ثلاثة ونص. بين الثلاث والأربعة. اثنين بين ثلاث وأربعة. ثلاثة ونص. أعوض. ثلاثة ونص. ثلاثة ونص في ناقص أربعة بطلع سالب. بطلع نص. بطلع سالب. سالب. وهنا لو عوضناها بتطلع موجب. إذا هاي راح تطلع سالب كمان. كمان سالب. خذ إشي أكبر من الأربعة بطلع موجب. بدك تجرب هنا هذول. طب أنا أي منطقة بدي من هذولا؟ بدنا سالب. سالب لا. بدنا السالب وبدنا الصفر. سالب والصفر. إذا من وين راح نأخذ؟ نأخذ من الأربعة للثلاث ومن الثلاث للسالب إنفينيتي. طب ليش ما أخذ هذا كلياته وخلاص؟ إذا من أربعة من سالب إنفينيتي لأربعة. بالضبط. إذا راح أكمل من سالب إنفينيتي. مفتوح. ما بعرف مفتوح ولا مغلق احطها الأربعة تساوي مغلق بس شفت كيف حليتها طب افرض انه المساله كانت يعني انا بدي اعطيك اياها محلل اجازي بدي اشغلك في التحليل كيف بتحلها؟ بنحط خط اعداد برضه اول شيء بنطلع سين تساوي ثلاث ماشي. يعني يمكننا كل واحده لحالها صفر او سين تساوي واحد سالب واحد او سين تساوي اثنين احنا بنطلع الاصفار بعدين نرسم خط الاعداد وبنحط القيم هذول بالترتيب ماشي. سالب واحد اول شيء سالب واحد بعدين اثنين بعدين ثلاث بعدين بتعوض المعادله ايش نوعها؟ تكعيبي تكعيبي فيها كم جذر طلع لي ثلاث اذا انا ما في داعي ادرس الاشاره في كل منطقه شوف طلع انقسمت كم منطقه هون اربع مناطق طلع هاي منطقه اللي هي قبل السالب واحد منطقه ماشي وبين السالب واحد واثنين منطقه ماشي وبين اثنين والثلاث منطقه واكبر من ثلاث منطقه حلو اذا المعادله تكعيبيه وطلع لك ثلاث جذور فيش داعي تدرس اشاره على كل واحد من بس منطقه واحده ادرس بس منطقه ماشي خلينا ندرس مثلا اللي فيها الصفر وين الصفر موجود عند بين سالب واحد واثنين ممتاز عوض صفر أنا يعني عوض صفر في الأصلية بالأول طيب صفر ناقص ثلاث سالب ثلاث سالب ثلاث وصفر زائد واحد واحد سالب ثلاث زائد واحد وصفر ناقص اثنين ناقص اثنين سالب ثلاث ناقص اثنين سالب واحد يا سلام ضرب يا حبيبي ضرب هذول سالب ثلاث ناقص اثنين موجب ستة موجب حلو إذا هاي المنطقة اللي بينهم موجب، إذا اللي قبليهم سالب واللي بعديهم سالب وهون موجب. بعديهم سالب؟ يعني مش هاي طلعت موجب اللي بالنص. ماشي. إذا سالب، بعديها يعني هيك راح تمشي بالترتيب، سالب موجب سالب موجب. حلو. إذا طلعت سالب بطلع يمينها موجب. موجب موجب وهناك بتعكس. حلو. فهمت كيف الفكرة؟ فهمت. هذا متى؟ هذا لو درجة ثالثة ثلاث جذور. ثلاث جذور. درجة ثانية وجذرين نفس الإشي نفس الإشي تلاقيها سالب موجب لكن لو غير هيك لا بدك تدرس حلو بدك تعرف طب أنا شو بدي أحل بدي اللي أكبر من صفر
بدنا اللي أكبر من صفر، يعني بدي الموجبات. خلوني بزرق، هاي موجبة. طيب ماشي. وهاي موجبة. من ثلاث لإنفينيتي. الثلاثة دخلها ولا مدخلهاش؟ ثلاث... يعني مغلق ولا مفتوح؟ لا لا مفتوح. ثلاث مفتوح إلى ما لا نهاية. إلى ما لا نهاية. اتحاد. لأن المناطق مفصولة عن بعض تحط اتحاد. مزبوط. آه. وبعدين مفتوح. أيوة. سالب واحد لاثنين. بالضبط. مفتوح كمان. بس إذا نلاحظ هذا الكتاب الأخيرة هي وصف للخط الأعداد. آه. إذا بتزبط خط الأعداد. ضبطنا الكتاب. بسيطة جدا. إذا هي أو شيء جهز المعادلة المتباينة. ماشي. حلها كمعادلة. طلع أصفارة. ادرس الإشارة على خط الأعداد. ماشي. وانتهى السؤال. ثاني درجة أولى حتى لو كانت مش درجة أولى، درجة ثانية كانت نسبية. نسبية. اللي هو الدرس الأخير. آه. هسا بنرد نعمل معاه نشوف كيف هذا. هيك خلصنا ترى. 8 سين تكعيب. بس إحنا قاعدين بنحل أمثلة يعني. ناقص 27 أكبر من صفر. ماشي. يلا حللها. هسا بنحط هذا كأنها معادلة. كأنها معادلة. شوف رجعنا كأنه زي الدرس اللي ماضي. ماشي. يساوي صفر. يساوي صفر. هاي بتتحلل قوسين، قوس صغير وقوس كبير. وحكيت لك في التكعيب اللي القوس الكبير ما تحلله لأنه ما راح يتحلل. تعبش حالك يعني. ناقص ثلاث. مظبوط. ربع الأول أربعة سين تربيع. غير الإشارة ست سين زائد تسعة. صلنا ساعة بنسولف فيها هذول. الآن إما الأول القوس الأول بيساوي صفر أو القوس الثاني بيساوي صفر. ماشي. يلا القوس الأول بيساوي صفر بيطلع معك اثنين سين ناقص ثلاث تساوي صفر. أو أربعة سين تربيع زائد ست سين زائد تسعة تساوي صفر. ماشي. هاي لا جذور لها. ما تعدي ما تغلبش حالك. تسعة. ملاش أصفار هاي. صفر لا جذور لها. هاي سين شو بتساوي على طول ثلاثة على اثنين. سين تساوي. تحلها. كلها خلص من بدأ يعني نجرب بعد ساعة وإحنا نسوي فيها. ماشي. هسه بنروح نعمل خط الاعداد. رجعنا نفس الفيلم نفس القصه. هاي خط اعداد 3 على 2 بتكتب هون 3 على 2 اللي هو على خط الاعداد. هون ما فيش عندك اصفار لهاي اذا ما راح نحط لها. هسه بنجرب عدد قبل ال 3 على 2 اللي قبل ال 1 ونص. حط صفر صفر حطيت هيك بيطلع سالب. هنا موجب بيطلع هاي كلها سالب 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 واللي عليها موجب. جرب حط واحد اثنين اثنين لأن واحد ونص بدك شيء أكبر منها. اثنين اثنين في اثنين أربعة بيطلع موجب وهاي بتطلع موجب. إذا هاي بتطلع موجب. موجب. طب إحنا بدنا المنطقة أني واحدة منهم اللي أكبر من صفر. بدون يساوي صفر. إذا راح نقول إيش من يعني بدنا هاي المنطقة اللي بالأزرق. إيش راح نوصفها؟ من ثلاثة على اثنين. اثنين. لما لا نهاية. مفتوح. بس. صعبة ولا سهلة؟ أخذ واحدة أصعب منها. سين تكعيب ناقص ثلاثة سين تربيع أصغر من أو تساوي سين ناقص ثلاث. سين ناقص ثلاث شو نعمل؟ ننقل ننقل أو شيء خليها صفرية حكينا. يلا سين تكعيب ناقص ثلاثة سين تربيع ناقص سين زائد ثلاث أقل من أو تساوي صفر. أقل من أو تساوي صفر. يعني إحنا بدنا نحل هاي المتباينة. ماشي. هاي هي اللي بدنا نحلها. يلا إيش بدنا نعملها السعيات؟ بدنا نسويها معادلة كأنها معادلة. سين تكعيب ناقص ثلاثة سين تربيع ناقص سين زائد ثلاث تساوي صفر. يعني أنا بسأل كأني بقول هو بسألني بقول لي متى هاي أقل من أو تساوي صفر؟ بقول له أول شيء خلنا نطلع متى بتساوي صفر. حلو. وبعدين بنسولف. يلا بدنا نسوي ايش؟ بدنا نجرب. نجرب. حط واحد واحد قافل واحد ثلاث ضرب ها بيطلع واحد ناقص ثلاث ناقص واحد زائد ثلاث هاي طلعت صفر. مشت معانا الامور زي الذهب. اذا واحد احد الاصفار. واحد احد الاصفار. احد الاصفار. اذا سين ناقص واحد شو بده يكون؟ سين ناقص واحد احد المعاملات احد العوامل. عوامل او المعاملات. مزبوط. كمل. ماشي. نعمل القسم الطويل تاعتنا. هاي الواحد هون من خط زي هيك. معامل سين تكعيب واحد. واحد. معامل سين سالب تربيع ثلاث. سالب ثلاث. معامل سين سالب واحد. سالب واحد. الحد المطلق ثلاث. ثلاث. وبنعمل هيك. يلا الواحد بنزل. واحد. واحد في واحد واحد. واحد.
بيطلع هون سالب 2، 1 ضرب سالب 2 سالب 2 بيطلع سالب 3، نجم تجمع سالب 1 زائد سالب 2 بيطلع سالب 3 بيطلع 0. اذا ليش بتتحلل هاي؟ هاي العباره ليش تتحلل؟ لسين ناقص 1 هاي واحده منهن، والثانيه سين تربيع ناقص 2 سين ناقص 3، وبتخيل كانها تساوي صفر. انا الاسيات التربيعيه بتتحلل ولا ما بتحلل؟ بنجرب. نجرب. يلا جرب. سين ناقص 1 سين سين 3 في 1 مبين ما فيش غيرها، سالب 3 زائد 1. سالب 3 زائد 1 مزبوط، اتحللت. اذا ايش الاصفار تاعاتنا صارين؟ دقيقه، صارين اما سين تساوي 1 او سين تساوي 3 او سين تساوي سالب 1 او سين تساوي 3. انت فاهم هاي الفكره ولا لا؟ فاهم. ثلاث مقادير مضروبه ببعض بتساوي صفر، لان كل واحده منهم بتساوي صفر. يلا خط اعداد، شوف معادلة تكعيبية وطلع لها ثلاث أصفار، إذا ما في داعي تدوس الإشارة على كل منطقة. هاي سالب 1، بعدين بيجي 1، بعدين بيجي 3. ماشي. أنا بروح بدور دائما على المنطقة اللي فيها صفر. اللي فيها صفر. سالب 1 و 1. يلا حط صفر في المعادلة الأصلية. ارجع فوق. أي واحدة منهن. لا أنت خذ هاي اللي سويناها اللي فيها تساوي صفر هاي. خذ هاي. ماشي. هاي. طيب ماشي. صفر ناقص 1. سالب 1. سالب 1. صفر ناقص 3 ناقص 3 وصفر ناقص 1 زائد 1 صفر زائد 1 زائد إذا بتطلع موجب اللي بينه موجب، وعلى الأطراف شو بيطلع؟ إذا هون سالب 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 وهون سالب سالب وهون موجب موجب, موجب, موجب موجب ممتاز. طب إحنا إيش بدنا نحل بالضبط؟ بدنا نطلع المنطقة أني منهن، نرجع للمتباينة. المتباينة نفسها المتباينة نفسها أقل من أو يساوي صفر، منها اقل من او يساوي صفر. يعني من اني منطقه؟ يعني من الواحد سالب، من المنطقه السالبه يعني سالب انفينيتي لا ولا من المناطق السالبه. طيب احكي من سالب انفينيتي للثلاث، من سالب انفينيتي للثلاث سالب 1 مغلق. يابا بدك منطقه اللي فيها سالب. بتطلع ثنتين مش وحده. اتحاد لما هو جايب بالنص موجب. من 1 مغلق لثلاث مغلق، بدك المناطق اللي فيها سالب بس. بس مناطق فيها سالب. شفت كيف يعني التكعيبية ما تغيرت الفكرة تبعتها؟ نفس ما الأفكار فيه بس تيجي أطول. مش مشكلة. فهمت كيف الفكرة؟ يلا حل هذول أنت عشان أشوفك بتعرف تسويهن ولا بتعرف تسويه. طيب حل هاي. سين تربيع سينوس 4 ناقص 1 أقل من صفر. يلا نفس المبدأ. نفس المبدأ. سينوس 4 كمان بحللها تتحلل، يعني بخليها اول شيء تساوي صفر، بحل لك انها معادله صح. ماشي. يلا سينوس 4 ناقص 1 تساوي صفر، حللها تتحلل الفرق بين مربعين. هاي فرق بين مربعين سين تربيع سين تربيع سين تربيع وسينوس 4 بتيجي سين تربيع سين تربيع 1 في 1 سالب موجب مره ناقص مره زائد. الان اما سين تربيع ناقص 1 تساوي صفر او صفر. سين تربيع زائد 1 تساوي صفر. هاي لا حل لها، ما لهاش اصفار. اللي سين تربيع زائد 1 تساوي صفر ما لهاش حل، لو تدور على المميز بيطلع لها اصفار. ماشي. وهاي بتتحلل لسين ناقص 1 في سين زائد 1 تساوي صفر زائد 1. اذا اما سين تساوي 1 او سين تساوي سالب 1 سالب 1. يعني انا اللي صار لي ساعه بسوي فيها هذا كله عباره عن حل معادلات. حليت المعادلات. اخر شيء بعدين ايش باجي بسوي؟ بحط خط الاعداد. خط الاعداد دي بقى كانها اقل من صفر قاعدين بنحل. سالب 1 بنعمل خط اعداد بالضبط، ما طلعش معي الا سالب 1 و1. اذا ايش بنعمل هون؟ بدنا اقل من صفر، بنحط هون سالب 1 وبنحط 1 1 الصفر بينهم. بدك تجرب كل المناطق هون. ماشي. يلا في سين تربيع ناقص 4 احنا لما نحط صفر بيطلع سالب بينهم. بينهم سالب كثير. ايوه. حط اكبر من 1 مثلا 2 بتصير برضه موجب موجب، واقل من هاي بيطلع موجب بيطلع موجب. طب احنا بدنا اني منطقه؟ بدنا المنطقه السالبه. السالبه اذا بتصير من 1 اللي هي المنطقه السالبه سالب 1 ل 1 مغلق 2. ليش؟ ليش مغلقه؟ لانه ما في لا مفتوحه مفتوحه لانه مفتوح. ما في سالب ما يعني شو بده؟ بده من سالب 1 ل 1 مفتوحه مش مغلقه مفتوحة. لو في يساوي كان حطينا ماشي
مغلقة. كيف؟ يعني حتى لو درجة رابعة بنحلها. أنت حلها. بحلها. حل هذول الأنشطة ووريني إياهن عشان أشوفك كيف بتسويهن. فهمت هاي القسم الطويلة ومش هالقسم الطويلة؟ فهمتها. إيش ظل؟ خلص مخلص. هذا هو آخر درس؟ آه. متأكد؟ فيش عندكم نسبة أنتو؟ إحنا كل شغلنا أصلاً كان على القسم الطويل، يعني كل شغلنا أنا اشتغلتك إياه على القسم الطويل. أنا فكرت لسه في إشي ثاني. طب بس نحل، خلنا نحل هذول الأسئلة اللي بتحكي عنهن أنت اللي فيهن لفظ. آه. هذول ما فيهن إشي، يعني أفكار عادية. يعني مثلاً تقدم شركة مبيعات أجهزة طبية عرضين للأجور لمندوبيها. فإذا كان على القطع التي يبيعها المندوب هو سين من القطع شهرياً، فإن العرض الأول يعطى بحسب الاقتران التالي. ماشي. كويس. أما العرض الثاني فيعطى بحسب الاقتران التالي. جد متى يكون العرض الأول أفضل من العرض الثاني؟ طب وشو العرض الأول؟ العرض الأول شو هو؟ سين تربيع ناقص 20 سين زائد 150 سين زائد. هذا العرض الأول. ماشي. متى بيكون أفضل؟ يعني متى بيكون أكبر؟ أكبر من العرض الثاني اللي هو هذا. إيش هو العرض الثاني؟ 7 سين زائد 100. حل هاي المتباينة. بننقلها. يلا. صارت سين تربيع. سين تربيع ناقص 20 سين زائد 150 ناقص 27 سين زائد 50 أكبر من صفر. أنت حسبتها هيك على السريع. السريع ولو بدي أقعد أخرى جمع وطرع بدي أقعد أسوي فيه قصة أنا. يلا هسا يا بنو عم شوف تتحلل ولا ما بتتحلل. ماشي. أو إنك بتجرب تحللها يعني. الخمسين بتيجي من 25 في 2. تتحللها يعني اتوقع يعني اول شيء سويها معادله انت يعني حل كانك بتحل بمعادله عارف كيف انها تساوي صفر هاي اتوقع بتتحلل بسهوله هاي لانه 50 تيجي من 50 25 في 2 ماشي ولان اخير سالب اذا سالب سالب اذا اما س تساوي 25 او س تساوي 2 وبعدين شو بتسوي بتحط خط الاعداد هاي خط الاعداد بتحط هون 2 بتحط ال 25 ولأنها معادلة تربيعية وفي لها جذرين إذا ما بين الجذرين مخالف لمعامل س إذا هذا سالب وهذا راح يكون موجب اللي هو 25 1 2 بتشوف ال بالضبط أنا بدي المنطقة الموجبة بدك المنطقة الموجبة؟ من 25 لإنفينيتي بالضبط مفتوحة مفتوحة بالضبط 25 لإنفينيتي مفتوحة أو من 2 من سالب إنفينيتي لإثنين مفتوحة سالب إنفينيتي طب أنا أختار من هنا المنطق بقول لك إيش تختار من هنا أكيد رح نأخذ اللي من إنفينيتي من 25 لإنفينيتي لأنه هاي مش معقول إنه ببيع قطعة سالبة يعني فمرفوضة يعني لأنه طبيعة المسألة منطقية بس هذا هو الدرس هذا المعادلات الإيش حكينا أو المتباينات شوف نحل سؤال طلع جد قيمة ألف التي تجعل الاقتران هاسين هاسين معطيني إياه طلع شو معطيني إياه ثلاثة سين زائد ستة ماشي ثلاثة سين زائد ستة بقول لك جد قيمة ألف التي تجعل الاقتران هذا عاملا يعني أحد عوامل عاملا من عوامل مين قاف سين اللي هو بيساوي سينوس أربعة ناقص ألف سين تكعيب أو تربيع سين تربيع زائد خمسة سين زائد ستة كم ألف لازم تكون حتى يصير لما نقسم هذا على هذا ماشي ما يضل باقي هاي معنى أنه أحد العوامل سهل جدا خذ لها سين ماشي سويها بالصفر ها سين سويها بالصفر حل المعادلة بطلع ثلاثة سين تساوي سالب ستة بطلع سين بتساوي سالب اثنين تساوي سالب ستة سين تساوي سالب اثنين طب نذكر انت هناك لما كنت اقول لك جرب عدد وعوضه وبطلع صفر مزبوط معناته هذا حتى يصير عامل من العوامل لازم لما نعوض سالب اثنين في الاقتران شو يطلع يطلع صفر بس عوض هذا في سالب اثنين فهمت كيف سويت اخذت العامل سويته بالصفر حليت المعادلة طلعت الجواب الجواب اللي بيطلع عوضه في الاقتران اللي بده اياه
يلا عوضوا هنا قاف لاثنين قاف سالب اثنين مش اثنين قاف سالب اثنين لازم شو يطلع الجواب صفر صفر يلا سالب سالب اثنين أس أربعة شو شو يسوي على مهلك ناقص ألف في سالب اثنين تربيع ماشي زائد خمسة زائد خمسة في سالب اثنين زائد ستة شو لازم يطلع الجواب صفر أيوة هاي اللي بدنا إياه أهم شيء إنه يطلع الجواب صفر أسمي يطلع الجواب صفر صارت معادلة حلها شو مجهول عندك هون بس ألف المجهولة بصير 64 يلا خلينا نسويها 64 ناقص ألف تساوي 64 ناقص ألف ناقص 4000 4000 أيوة ناقص 10 ناقص 10 زائد 6 ناقص 10 زائد 6 يساوي 0 يلا جمع الأعداد ال 64 مع ناقص 10 مع زائد 6 شو بيطلع معك؟ ناقص 10 54 زائد 6 54 زائد 6 60 أيوة إذا سالب 4000 زائد 60 يساوي 0 هيك صارت المسألة زائد 60 ودي ال 4000 لهناك 60 بتساوي 4000 قسم على 4 قسم على 4 60 على 4 15 15 تساوي 1000 إذا 1000 تساوي 15 شو سوينا هنا؟ نفس الفكرة مختلفة طب شوف هذا سؤال 9 عددان مجموعهما يساوي 5 ماشي وحاصل ضرب العدد الثاني في مربع العدد الأول يساوي 12 اكتب الاقتران الذي يدل على حاصل ضرب العددين يعني حاصل ضرب العددين بنسميه قاف سين ماشي سيات العدد الأول سين إذا العدد الثاني العدد الأول ما بدنا نسمي صاد ناش العدد الثاني إيش لازم يكون بقول لك مجموعهما خمسة سين زائد خمسة مظبوط ولا خمسة سين أنا وياك اللي معانا خمس دنانير طيب أنت معاك دينار أنا قديش معاي أربعة لي خمسة ناقصة واحد زي هيك بتعمل إحنا اثنين معانا خمسة أنت معاك سين إذا اللي معاي أنا خمسة ناقص الباقي يعني تقوليش صاد لا ما بنقول صاد الآن حاصل ضرب العدد الثاني ماشي العدد الثاني اللي هو خمسة ناقص سين لما تضربه في مربع العدد الأول بيطلع الجواب 12 خمسة ناقص سين سين تربيع يساوي 12 طيب وهيك بحكي لي أنا قاعد بترجم اللي بحكي لي إياه أعطيني الاقتران بضل على حاصل ضرب العددين اللي هو سين في خمسة ناقص سين هذا الاقتران اللي بدل على حاصل ضرب العددين مو العدد الأول سميته سين الثاني شو هو خمسة ناقص سين إذا حاصل ضرب العددين جد العددين حل المعادلة هاي حل المعادلة هاي بس مو يعني مو هاي ملاش دخل في الاقتران هو وصف إشي وطلب إشي ثاني يلا كيف بنحلها هاي نفك القوس خمسة سين تربيع هيك أنت فاهم كيف ناقص سين تكعيب يساوي 12 ماشي ما تقولش هنا إما هاي إما هاي هذه كده بتكون تساوي صفر لا هذه بتكون تساوي صفر زبط ودي كلهن لهناك سين تكعيب ناقص 5 سين زائد 12 تساوي صفر سين تكعيب ناقص 5 سين ما قلت هذول لهناك عارف عشان أخلي السين تكعيب تظلها موجبة زائد 12 تكعيبية هاي إيش بنعمل بنجرب بنجرب جرب واحد تزبطش ثلاث جرب اثنين اثنين تكعيب ثمانية لا كبيرة سالب اثنين طيب ماشي سالب اثنين ثلاث سالب كمان ما بتزبط ثمانية طيب ايش نجرب جرب سالب ثلاث طيب سالب ثلاث أس ثلاث سالب سبعة وعشرين تسعة ناقص خمسة قاف سالب ثلاث احسب سحبي مزبوطة بس احسب مزبوط انت هاي بيطلع سالب سبعة وعشرين وهون زائد خمستاش مزبوط بتطلع سالب زائد 12 بقول لك تستعجلش بتطلع صفر اذا سالب ثلاث احد الاصفار احد الاصفار اذا سين زائد ثلاث احد العوامل تعكس الاشارة دائما احد العوامل يعني بتعكس الاشارة مش احنا كنا نقول ثلاث احد الاصفار
إذا سين ناقص ثلاث أحد العوامل. أحد الأصفار. زائد ثلاث. هسه بنحط هون سالب ثلاث هون. أحد العوامل. وبنعمل هون المعاملات. يلا إيش معامل سين تكعيب؟ واحد. معامل سين تربيع. معامل سين تربيع اللي هو وين هو؟ سالب خمسة. لا معامل سين تربيع صفر، فش عندك سين تربيع. ما في سين تربيع. سالب خمسة هون 12، تعمل هيك منزل الواحد سالب ثلاث سالب ثلاث، هاي تسعة هي سالب ثلاث ثلاث، بطلع هون سالب أربعة، لا موجب أربعة، هون سالب 12 هون صفر. ماشي. إذن لإيش بتتحلل؟ بتتحلل هاي لسين زائد ثلاث في إيش؟ في إذن اقتربت سين زائد ثلاث في سين تربيع ناقص ثلاث سين زائد أربعة تساوي صفر. هاي لو تحلل ما بنعرف، تجرب. ماشي. أربعة في واحد اثنين في اثنين، هاي لا تحلل. لا تحلل. لا تحلل، جربها وشوفها على المميز. تلاقي لا تحلل. بنروح على وين السعيات. إذن سين تساوي سالب ثلاث. سين تساوي سالب ثلاث. إذا العدد الأول سالب ثلاث، طب العدد الثاني شو راح يكون؟ سالب ثلاث. خمسة. خمسة. ناقص سالب ثلاث. عدد. بطلع ثمانية. ناقص سالب ثلاثة. سالب ثمانية. العدد الأول. العدد الثاني. شفت كيف طلعين؟ فهمت. طيب واحدة ثانية. أسئلة لفظية أنا. ماشي. هي آخر سؤال هذا. قطعة أرض مستطيلة الشكل. مستطيلة الشكل، هاي مستطيلة الشكل، كويس. طولها يزيد عن عرضها بمقدار 8 متر. لو فرضنا العرض سين. ماشي. اذا الطول شو بده يكون؟ 8 لا سين زائد 8. بزيد انا حكاش 8 اضعافها. لا سين زائد 8. كويس. وقيمة عليها بناء على شكل متوازي مستطيلات. قاعدته مربعة الشكل، طول ضلعها يقل عن عرض الأرض بمقدار 3 متر. مرة ثانية، أقيم عليها بناء. ماشي. على شكل متوازي مستطيلات، يعني هاي قطعة أرض هسه بدنا نعمل عليها زي، تخيل زي صندوق هيك، بدها تطلع عمارة هون. ماشي. كويس، نطلع عمارة هيك. كويس. قاعدة البناء مربعة. يعني طولها قد عرضها. قاعدته مربعة الشكل، طول ضلعها يقل عن عرض الأرض بمقدار 3 متر، يعني هاي سين ناقص 3. ماشي. وهاي سين ناقص 3. وعرض الأرض سين. ماشي. البناية راح يكون قاعدتها مربعة. طب وارتفاعها قديش؟ ما حكاش. عن عرض الأرض اكتب الاقتران الذي يدل على مساحة الأرض المتبقية من دون البناء. يعني اللي بينهم، اللي بينهم هيك. اللي بينهم ايش قانون المساحه؟ ولا شيء. مساحه المستطيل البراني، ما تقول المستطيل البراني ناقص المربع الجواني. المستطيل مساحه المستطيل البراني ايش بدها تساوي؟ كبير ناقص صغير في سين زائد 8، خلينا نسميها ميم واحد. هاي ماشي. مساحه المستطيل الثاني، ما انت تسوينش كلهم مره واحده، اعمل واحده واحده. ماشي. راح يكون سين ناقص 3 في سين ناقص 3. سين ناقص 3 ضرب سين ناقص 3. المساحة الكلية شو راح تكون اللي بينهم يعني؟ ايش تحكي؟ ميم بدها تساوي ميم واحد ناقص ميم واحد اثنين. ناقص ميم اثنين. مساحة البراني ناقص سين. مساحة الجواني هي ناقص سين ناقص 3 سين ناقص 3. فهمت شو بسوينا؟ فاهم. هاي أول فكرة بدك تسويها، بعدين بسط. هسه صارت بس مجرد عبارة تبسيط. هي عبارة عن سين تربيع زائد 8 سين. بفك أقواس، تفهم شو بسوي أنا؟ سين تربيع ناقص، افتح قوس، سين تربيع ناقص 6 سين زائد 9. يعني الناقص هيها برا، ضربت هذول في بعض طلع هيك الجواب. سين زائد 9. إذن سين تربيع زائد 8 سين ناقص سين تربيع زائد 6 سين ناقص 9. اختصر السين تربيع مع السين تربيع بطلع صفر. هاي 14 سين ماشي ناقص 9.
هاي هي المساحة بين الأرض والبناية، هذا هو الاقتران. 14 س. يقول لك إذا كان طول الأرض يساوي 28، جد مساحة الأرض المتبقية من دون البناء. هاي المساحة. طيب هسيات طول الأرض قديش؟ 28. 28. إذا عرضها قديش؟ مو سين العرض ترى، دير بالك سين العرض. إذا طوله 28 إذا عرضها قديش؟ 20. 20. لأنه حكى إنه الطول بيزيد عن العرض 8. ماشي. إذا 28 ناقص 28 ناقص. ناقص 8. 28 ناقص 8 يساوي 20. 20. إذا أربعة، إذا راح تقول سين 20، إذا بدك تعوض 20 هون. مزبوط. 14 ضرب 20 ناقص 9. بس. هاي هي اللي بتقول عنها الأسئلة الصعبة. هاي بس هذا السؤال صعب. في إيش شيء بسيطة جدا. نفس الشيء هاي. دائرة. حلهن. وبعدين نشوف كيف بدك تسوفين. هذا ضروري تحلهن بكرة، هذا الكل تحلهن بكرة. إيش علاقة فيه؟ حسيت هذا بالرسم، بالرسم. هاي لأنه أنت في عندكم أسئلة بتيجي على الرسم. سين تكعيب كيف شكلها؟ سين تكعيب هيك. أيوة. ممتاز. هسيات هاي. ماشي. لها عامل واحد اللي هو الصفر، اللي بخليها تصير صفر، هي الصفر. لو رفعناها لفوق يعني خليناها سين تكعيب زائد واحد، طبعا هاي متزايدة دائما متزايدة. ماشي. طب سين تكعيب زائد واحد مش إحنا بنقدر نحللها؟ سين تكعيب زائد واحد بلا. يلا حللها، فرق مجموع مكعبين. قوس صغير قوس كبير. يلا سين زائد واحد سين تربيع ناقص سين زائد واحد ناقص سين زائد واحد. هاي سين زائد واحد عشوية، هاي اللي هي النقطة هاي. لأن لو عوضنا هون سالب واحد، سالب واحد زائد واحد بطلع صفر، يعني اللي هي نقطة التقاطع المنحنى مع محور السينات. هاي الأصفار يعني اللي قبل شوي إحنا سويناها طلع.